السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فريد أنصار من مدينة الربح من الإنترنت ودرس جديد. وهنتعرف النهاردة على الأساسيات اللي إحنا قدمنا عليها مجالنا في الربح من الإنترنت. الأساسيات دي بنبدأ فيها من قبل حتى ما نعمل موقع، من قبل ما نبدأ نشهر فيه، من قبل أي حاجة. ده الأساس بتاعنا. بنبدأ نتكلم عن شوية أساسيات، يعني هي يعتبر يعني الحاجة الأساسية في الدخل بتاعنا اللي هتحقق نسبة دخل لينا كويسة لو اتبعناها وحققناها في موقعنا بشكل كويس. هنبدأ بنعمل كورس تحت عنوان اختار مجالك، بنتكلم فيه عن شوية أساسيات بنبدأ نشتغل فيها عشان نرتب موقعنا بشكل كويس في محركات البحث ونجلب زوار مستهدفين. أول حاجة بنتكلم عليها فرصنا هي يعني إيه نيتش. هنتعرف في الدروس الجاية إن شاء الله يعني إيه كلمة نيتش، وإيه هي أقسامها، وإزاي نحقق معايير النيتش دي في الموقع بتاعنا. نيجي على الحاجة التانية، بنتكلم في دروس برضه عن مصادر توليد الأفكار، إزاي بتجيب النيتش بتاعتك، وإزاي بتجيب لها أفكار، وإزاي بتجيب أفكار لموقعك مرتبطة وتعرف تبدأ فيها وتطلع فيها شغل كويس. تالت حاجة بنتكلم عن اختيار الكلمات المفتاحية. بنتكلم في دروس دي إن شاء الله عن إزاي تختار الكلمات المفتاحية بتاعتك بشكل كويس وبشكل يحقق لك ربح كويس عن طريق جوجل ادسنس. وبنتكلم برضو عن اختيار الكلمات المفتاحية اللي بتجيب لك زوار مستهدفين زوار مستهدفين كتار جدا من جميع انحاء العالم او من دولة مستهدفة انت عايزها. بنتكلم بعد كده برضو عن تحليل المنافسة. بتشوف النتشة بتاعتك دي إن كانت في ناس قبلك عملوا فيها ترتيب في محركات البحث، في مواقع عملاقة بتشتغل في النتش دي، بنشوف المنافسين بتوعك غلطوا في إيه ونقدر إحنا نستفاد من غلطهم ده إن إحنا نكبر موقعنا ونخليه رقم واحد في محرك البحث. أي بنسعى إن إحنا نبقى رقم واحد في النتش بتاعتنا ونتفوق على جميع المنافسين بتوعنا. ودي كانت مقدمة عامة على اللي إحنا هنشرحه إن شاء الله في دروس جاية. فأرجو إن تتابعوني على قسم اختار مجالك من مدينة الربح من الإنترنت، وإن شاء الله هيفيدكم إن أنتوا تبنوا موقع ناجح. دي طبعا الموقع الشبكات الاجتماعية بتاعتنا تقدروا تتابعونا عليها. كان معكم فهد أنصار من مدينة الربح من الإنترنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.